لوجه مع الإدارة. هذه الأخيرة قررت إقالة الطاقم الفني وإقالتك شخصيا من منصب مدرب حراس لاتحاد العاصمة. في البداية، ما هو تعليقك حول ما حدث يوم أمس؟ والله يعني بصراحة شيء يعني شيء مؤسف كثير، وين يعني أنا نسمع كلمة يعني مجلس التأديب اللي فريمون طماتوشي بزاف، لأن في عادتي وفي يعني كامل ما كارير جي جامي يعني باسي هاد المرحلة اللي خلتني ما نرقدش في يومين. اللي كنت لاعب يعني ما قطعتش اضراب وندير كمربي ولا ايديكاتور. دونك في بعض التوضيحات اللي نقدر نقولهم، انا كمدرب الحراس في اتحاد العاصمه، وين ما عندي حتى علاقه بهذه القضيه لا من قريب لا من بعيد. وين اليوم إذا تسمح لي تعطيني بعض الوقت. تفضل. يعني اليوم اللي صار فيها هذا المشكل، يعني أنا كنت غائب على يعني ما كنتش في الفندق، يعني دخلت يعني في وقت متأخر من الليل، وين صاروا كامل هذا يعني المشاكل، ونظن دخلت أنا ما كنتش حاضر وما سمعتش بهم. أنا كنت على بالي بلي كاينه رحلة، لكن في الليل وصلتني رساله في الهاتف، لان البروغرام تبدل وفيها حصه تدريبيه يوم الغد، دونك اوتوماتيكمون في ان شانجمون دو بروغرام. هذا الشيء اللي حصل اللي غدو من ذاك، انا ما نوضش الصباح باش نروح للايروبور، حتى نوض الصباح باش نسمع باللي اللاعبين راحوا. دونك هنا فيها خلل، وعني ظلموني من هذه الناحية، لأن أنا عندي مدرب هو اللي شرف على الفريق، هو البريمير ريسبونسابل تاعي سو لابار تكنيك. دونك غلطونا، ويعني والإدارة يعني جملت كامل المشاكل في الستاف.